هاي كم هنا التاريخي 56، طيب وهذه 56، والقاع التاريخي 8 ريال و85، 8 ريال و85 يديله بعدين. أوكي حلو الكلام، يا سلام. طيب شوفوا يا شباب، أول حاجة عشان نعرف موقعنا في الكهرباء بالنسبة للفيبوناتشي الاستراتيجي، شايفين نحن كاسرين 38 فيبو، 26 86، وكنا دائما مهددين في حالة السقوط إنه نكسر 19 68، بس حاطين شرط إنه عشان نروح 19 68 أو قريب العشرين ريال وسبعين، هذا لمتوسط الخمسين على الشهري أو متوسط المية على الشهري، لابد إنه نكون تحت 23. كم قاع نوفمبر؟ كم 23 24. نشوف الآن، نحط خط استراتيجي هنا عند 23 كم 24 هللة، ونجي نشوف إيش الكهرباء فين واقف الآن مع الارتداد هذا، هل هو عنده إغلاقات تحت هذا الخط ولا ما زال فوقه؟ شوفوا بعينكم أنتوا، استوعبوا الكلام الكبير عشان تعرفوا كيف تتعاملوا مع الكهرباء في الفترة الجاية. تعرفوا أنتوا فين واقفين، عند دعم، عند مقاومة تقوي قلبك، فين وقف خسارتك استراتيجية. هذه الكهرباء ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا يوجد عندها إغلاق تحت قاع نوفمبر، علما إنها نزلت في الشهر الماضي وسجلت الأدنى 21 74. هلا ما زال يرفض الكهرباء الاستسلام والتوجه لهذا الدعم. طيب لو كتب الله وطلع، وين المقاومة الاستراتيجية؟ لو تخطى السهم مثلا مستويات زي 26 5، أو خلينا نقول 25 55، 26 86، هذه مقاومة الفيبو الاستراتيجي. طيب تعالوا نلقي نظرة استراتيجية أخرى لعلها تدعمنا في رؤيتنا وتزيد الكلام الحلو. هذه يا جماعة الخير، هذا الترند الصاعد من قاع الأزمة المالية العالمية. شوفوا منذ أن تكونت الكهرباء من قاع الأزمة المالية العالمية، ثم كونت القاع في 2016 زي السوق. شوفوا هذه القناة، شايفين القناة الصاعدة، هذه القناة الصاعدة. شوفوا الكهرباء كان قاب قوسين أو أدنى، عند لما طلع جنى أرباحه من فين؟ من قريب السقف. هذه القناة، هذه القناة يا أخوان، عشان تحلو أكثر سأضع لها منتصف عشان تعرفوا كيف توازنوا ما بين الشق الأعلى والشق الأدى استراتيجيا. شوفوا الكهرباء الآن فين بتلعب، ما زالت حتى الآن تبان عندنا إنها تحتاج دائما التمركز فوق الأربعة وعشرين عشان تكون فوق منتصف القناة. لا يوجد إغلاق شهري تحت منتصف القناة، يعني عشان تعرفوا المحطات الاستراتيجية 24 23 24. اللي يبغى يمشي مع الكهرباء ويشتري ويتعامل على هذا الشارت، فين وقف خسارته؟ 23 وربع. غير كده هو يعتبر في قيعان، مظبوط ولا لا؟ لا يكفيك ان لما نقول قاع تقول قاع ايش يا ابو محمود؟ قاع نوفمبر. هذا نوفمبر رجع منه الكهرباء، تعرفوا انه طلع سوى اعلى جديد. هذا القاع، ايش دراكم المره الجايه الكهرباء لو حافظ على القاع ده يطلع يوصل 32 40، اذا اخترق ايش 27 او 26 86. هذا الكلام اللي بقوله مضاربي ولا استراتيجي؟ عشان نفهم هذا التحليل وصلتنا ايش، رد علي انت وهو، هذا تحليل ايش؟ استراتيجي. مو واحد يبغى يدخل في السهم عشان اذا طلع ربع ريال يبيع وياخذ كل فلوسه ويطلع، ما ينفع له الكلام ده. انا ابغى واحد هو يا مضارب متوسط الاجل يا مستثمر يبغى يعرف هو ايش عنده الكهرباء، هل هو اقرب للانحراف تحت؟ دائما الاغلاقات الشهريه والتداول تحت 23 24، هذا دائما يخليك مهدد انك تروح لل 19 و20 ريال. ولا قدر الله لو السهم ما رجعته، شايفين الترند فين؟ الترند عند متوسط ال 200 قريب ال 17 على النظريه. وسبحان الله النظريه ايش تقول؟ تغلق تحت 23 وتنزل
دائما انت ممكن تروح 17. اليوم الكهرباء اين تقف بالنسبة لهذه القناة في النص؟ وما زالت كل ما مالت الى الثبات فوق 23 24 ثم 24 هي تتداول في قاع المنتصف. هذا القاع يا جماعة لو ربي كتب قلت لكم وفعلا كنا نحن في قاع موجة ارتدادية وارتدت الكهرباء فعدت في المستقبل 27. ترى ممكن تلاقي نفسك سويت W وأصبحت على أعتاب إيش 32 42 وسقف القناة 33 ريال. يعني من 27 لو عديت على النظرية فين هدفك؟ شايفين نظرية 357 في الشارع؟ شايفين لما نجي نقول حتى لو ما تفهم تحليل تمشي على النظرية لكفتك شايفين؟ لكن نحن طبعا بما أننا محللين استراتيجيين ونقرأ شارتات طبعا ناخذ ارقام بدقه اكثر. يعني بدل ما نقول 27 باين انها 26 86 هي منطقه الفيبو ومقاومه استراتيجيه تمثل 38 فيبو من 2006. ناهيكم عن المتوسطات، ناهيكم عن الاشياء هذه اللي بنذكرها كمحطات. هذا تحليل استراتيجي. طيب لو ابغى اروح الان 51 10، نبغى نتفرج عليه على اليومي 51 10. أعطينا شارت نظيف على اليوم، يا عيني على المنظر اللي شايفه قدام. شايفين هذه هي التلات الخط عند 23 24، وهذا الخط شايفين عند 22 70، هذا للمضارب قبل نهاية الشهر 22 70. الآن هو ما شاء الله اقتحم قاع نوفمبر مضاربيا 23 24. يا سلام 23 24. خلونا نشوف إيش سوى. راح ضرب قبل كم يوم متوسط 50 عند 24 70 يوم قلت لكم ونزل وارتد الآن من الدعم. شوف الآن جاي من الدعم. هاي وين المقاومة؟ أقرأ المتوسط كم يقرأ؟ 24 36. 24 36. وهنا نخلي الشارت على اللحظة يتكلم. وي 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 يا سلام يا سلام سلم. 24 اختراق الترند و 24 36 اختراق المتوسط. لقينا لكم مقاومتين الآن 24 و 24، والأهم اللي فوق 24 36. يا سلام باقي حركة واحدة نسويها من القمة دي اللي هي 31. لو سحبنا الفيبو إلين 21 الله 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 لا 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 كلام كبير كلام كبير. شوفوا اجتمعت المعطيات الفنية من 31. يا سلام خلاص عرفت قوة الكهرباء كيف تكون. طلعت برضو 23 93، هي أول 23 فيه. يعني يا جماعة المضارب اليومي عينه هنا، شايفين الدويرة دي من 24 أو 23 93 إلى 24 36. هذا أهم محور مقاومة على اليوم، يا اليوم يا بكرة. إن عدى الكهرباء كده أعطى إشارة ولا أروع للتوجه لكم 25 30، ثم بعد ذلك 25 80 على الفاصل اليومي، وهذا مطب 25.5. يعني حيكون الهدف هنا محور الهدف من 25 30 إلى قريب 25 70. تخترق كشفت المنطقة الكبيرة الاستراتيجية اللي نقول عليها 26 80 وعلى النظرية 27. وشوفوا النسبة الذهبية كم في الكهرباء 27 45. الكهرباء الآن ترى لسه محتاجة دعم، محتاجة سيولة عشان تدخل في المعمعة في الموجة الارتدادية. لكن هل وقفتها حلوة؟ حلوة. ليش؟ لأنها فوق القاع حق نوفمبر. وأنا الآن راح أسوي لكم حركة شمنك حلي. لو جيت الآن اعتبرت أنه هذا قاع وهذا قاع فحصل الاختراق، ترسم الترند على طول كده وترسم السقف على طول كده. شايفين السقف فين يوديكم مع الأيام؟ يعني لو الكهرباء طلعت في جلستين 3 4، شايفين فين تروح؟ تروح لمنطقة الدائرة
وهي سقف القناة قريب 25 ونص. وهناك لما توصلوا الله يعينكم، ترى منطقة ما هي عادية لأنها متوسطة 200 والمية المكسور. شايفين التحليل اليومي ايش يقول؟ عرفتوا دعمكم فين؟ عرفتوا كيف انكسر الترند على اللحظي؟ لكن لو انكسر الترند الاستراتيجي ما عنده ما يؤكد ذلك، ينتظر الإغلاق. أما المضارب يبدأ ينتبه لنفسه، ما يصير يكسر السهم الآن مرة تانية 23-24 هل. وما دام الموجة ارتدادية وحلوة وقيدوا الكهرباء شفناها في الشارت الأول، نحن لما نعدي قلنا 24 نسبة فوق منتصف القناة وقيدنا فوق قاع، وهذا شيء طيب طيب طيب. نسأل الله التوفيق.